بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي اسمية 11 chapter 6 functions. درستكم باسمة هان. موضوع الفانكشنز، ايش هو الفانكشن؟ من الرياضيات بنعرف انه الفانكشن بيعمل عمل معين، some operation، بيرجع قيمة واحدة. اوكي، وديت انا ان بدي اوجد سكوير، السكوير الجذر التربيعي لإلها، او وديت اكس وواي بدي اوجد مجموعهم. اذا الفانكشن بيعمل عمل معين بيعطيني ناتج، الناتج عادة بيكون one value only، قيمة واحدة فقط. داخل الفانكشن مش مهم انا كاند يوزر اعرف شو اللي صار، المهم انه شو نتيجة هذا الفانكشن، هذا الفانكشن شو بيستقبل مني وشو بيطلع لي او بيرجع لي. فكرة الفانكشن مهمة عشان divide and conquer، قسم وسيطر. اوكي، انا لما بقسم برنامجي لمجموعة من الفانكشنز، هذا الجزء بيعمل شغلة معينة، هذا الجزء بيعمل شغلة ثانية، انا بسهل علي كتابة البرنامج، بسهل علي اشيك او اعمل تيست لهذا البرنامج، بسهل علي اقرا هذا البرنامج. اوكي، لما انا بقسم البرنامج لمجموعة من الاقسام، كل قسم بيعمل شغلة معينة، أنا بإمكاني هذا القسم أستدعيه أكثر من مرة، فهي فكرة الريوزابيليتي. ماشي، بإمكاني بعد هيك أعمل له شير، بإمكاني بعد ما أشيك عليه كمان أهتم بموضوع السيكوريتي لإعادة الاستخدام. إذا ببسط علي الكودينج، ببسط علي الريدينج. عشان أكتب فانكشن راح استخدم جملة def. def راح اعطي هذا الفانكشن اسم، اسم متغير انا بقرره، المهم يكون valid identifier. بدي اكتب فانكشن يوجد مجموع قيمتين، اذا هذا الفانكشن بده يستقبل قيمتين ويوجد مجموعهم. سميت هذا الفانكشن مثلا sum، خليته يستقبل x فاصلة y، اذا كم قيمة استقبل؟ قيمتين، هاي نقطتين. إذا هذا الاستقبال، هذا الفانكشن استقبل قيمتين. عدد القيم المستقبلة ممكن يكون صفر، واحد، اثنين، حسب ما أنا بحتاج. ماشي، إذا استقبل عندي قيمتين بدي أجمعهم، ممكن مباشرة أجمعهم وأرجع الجواب بجملة الريتيرن، أو أستخدم متغير أخزن فيه الجواب وبعدين أرجع. Z بتساوي X زائد Y وبعدين return لا الزد. ممكن احكي مباشره return x زائد y بدون ما استخدم الزد، بصير. لاحظ اني انا هيك كتبت function، استخدمت def، حطيت له اسم، بين اقواس حطيت له البارامترز تبعونه اللي هو الاستقبال، عملت العمليه الحسابيه اللي انا بدي اياها او اي شيء بدي الهدف من هذا الفانكشن، وبعدين عملت return للشيء الراجع من هذا الفانكشن. اذا هذا الفانكشن رجع قيمه بسميه function، إذا ما رجع قيمة بسميه بروسيجر. هون رجع return z، إذا بما إنه رجع قيمة إذا هذا عبارة عن function. لاحظ الاندنتيشن، الديف هي مبلش من بداية السطر، بينما الزد وريتيرن هدول جملتين داخلين لجوا شوي، عشان نعرف إنه هاي الجمل تابعة لهذا الفانكشن. لو أنا كتبت function وسكتت معناته هاي عملت run، هل جمع لي إشي؟ لا لسه، لأنه أنا لسه ما استدعيت هذا الفانكشن، بس لحد هون أنا كتبت الفانكشن استدعيت عملت له ران عشان اتاكد انه كتابتي صحيحه. اي فانكشن عشان اتعامل معاه بده كولينج ستيتمنت، بدي استدعي. حكيت هاي على مستوى، حكيت مثلا a بتساوي هاي اسم الفانكشن sum، بدي ابعث له arguments، عدد الارجيومنتس لازم يكون نفس عدد البارامترز، يعني القيم ببعثها هون لازم يكون نفس قيم الاستقبال تبعت الفانكشن. الفانكشن كم قيم استقبل؟ قيمتين، اذا لازم ابعث له قيمتين، وديت 2.3 او 4. هاي القيم اللي ببعثها وديت هون ثوابت سم 2.4. هاي جمله الاستدعاء، راح يروح التنفيذ لاستدعاء الفانكشن، راح يودي 2 للاكس، راح يودي 4 للواي. جمع 2 زائد 4 6، وين خزنها؟ داخل الزد.
رجع قيمة الزد. لاحظ أن الإرجاع لقيمة واحدة فقط، رجع قيمة الزد اللي هي 6. وين خزنتها أنا القيمة الراجعة؟ داخل المتغير A. حكيت هلا برنت ل الـ A، اطبع قيمة الـ A. هاي ران، طبع لي قيمة الـ A اللي هي 6. ممكن أحكي له مباشرة برنت 4.8 بين أقواس، سوري برنت سم للأربعة فاصلة ثمانية، الاستدعاء ضمن جملة البرنت بصير هاي ران، هاي عندي 12 4 + 8 = 12. أوكي، إذا استدعيت الفانكشن سم جمع لي رجع لي الجواب، الجواب الراجع حكيت له طبع لي إياه، فطبع لي القيمة 12. ماشي، لو إجيت حكيت دي بتساوي 9، اف بتساوي 5، وهلا حكيت برنت سام ل الدي فاصلة اف، بصير استخدم اسماء متغيرات، بصير 9 + 5 = 14، فطبع لي القيمة 14، استدعى الفانكشن سام جمع القيمتين، الدي استقبلتها مين؟ الاكس، الاف استقبلتها مين؟ الواي. شو قيمة الـ D اللي استقبلتها الـ X؟ 9. شو قيمة الـ F اللي استقبلتها الـ Y؟ 5. 9 + 5 رح يعطيني القيمة 14. إذن هون استخدمت ثوابت، هون استخدمت ثوابت، هون استخدمت متغيرات، بصير بصير. بينما الاستقبال هون البارامترز لازم تكون بترويسة الفانكشن، الهيدر للفانكشن لازم تكون هون عندك أسماء متغيرات البارامترز. طيب إجيت هون برنت سام ل الدي زائد 1 فاصلة الاف، بصير اكسبريشن، بصير دي زائد 1 9 + 1 = 10، والاف 5، 10 + 5 كم رح تعطيني؟ 15. اذا خليته يجمع تعبير حسابي اكسبريشن مع متغير. إذا بدنا نحكي إنه بجملة الاستدعاء أنا ممكن أحط اللي هم الأرجومنتس، ممكن تكون ثوابت، ممكن تكون متغيرات، ممكن تكون تعابير حسابية. بينما بالفانكشن نفسه الاستقبال هون البارامترز لازم تكون أسماء متغيرات. ماشي؟ إذا هيك أنا كتبت فانكشن. إذا ما كان في عندك جملة return معناته هذا بطل اسمه function، صار اسمه procedure، بطبع داخله مثلاً، بحكي له print للزد داخله. ماشي؟ إذا بصير اسمه procedure. لو أنا هون حطيت شلت return وحكيت print زد، print للزد، هاي صار هون اسمه procedure. بس لما بدي أستدعيه هون أنا حكيت له القيمة الراجعة خزنها، صح؟ هاي عندي ران، حكيت له القيمة الراجعة خزنها بالA واطبع، ما في قيمة راجعة، فعشان هيك بتلاحظ بين الأوتبوتس في عندك نان، ما في قيمة راجعة أصلاً عشان يخزن لي إياها أو يطبعها. إحنا طبعنا الزد داخل الفانكشن نفسه، فالقيم طلعت معاي من جملة البرنت للزد الموجودة داخل الفانكشن، بينما هاي النان اللي هي القيمة الراجعة، ما في عندي أي قيمة راجعة. بدك تنتبه إنه خلص ما في داعي، راح أستدعي هيك باسمه مباشرة بدون جمل البرنت، هاي هيك، هاي هيك، هاي عنا شلنا البرنت. هاي شلنا البرنت. ايران خلص صار استدعيه باسمه مباشره بدون ما اني احكي له اطبع القيمه الراجعه او خزنها متغير وبعدين اطبع هذا المتغير، لانه ما في قيمه راجعه اصلا من هاد البروسيجر. اذا هاي طريقه كتابه الفانكشن، هاي طريقه كتابه الفانكشن. لو حكيت اكتب لي فانكشن يستقبل قيمه واحده ويرجع تربيعها، اكتب فانكشن يستقبل قيمه ويرجع تربيعها. هاي ديليت، ديفاين اس كيو سكوير، بدي ابعث قيمه
بدي ارجع تربيعها ريتيرن الاكس اس 2 او الاكس ضرب الاكس. اوكي هاي ضرب الاكس، هاي عندي بدي استدعي الفانكشن برنت. يجينا حكينا مثلا وديت القيمة 2، شو راح يطبع لنا؟ هاي جملة الاستدعاء سكوير للاثنين، شو طبع لنا؟ القيمة 4. برنت سكوير للاثنين طبع لي القيمة 4. برنت سكوير مثلا للعشرة، هاي عندي طبع لي القيمة 100. إذا طبع لي تربيع الرقم، طبع لي تربيع الرقم. بإمكاني أقرأ متغير A بتساوي integer input enter value، حولتها ل integer. وهسه بدي احكي له وجد لي تربيعها print square ل ال a. هاي run، دخلت القيمة مثلا 3 وجد لي تربيعها، أوجد لي تربيعها اللي هو 9. إذا دخلت القيمة 3 وأوجد لي تربيعها اللي هو 9. إذا هيك كتبت function يوجد تربيع القيمة. افرض إنه الفانكشن بيستقبل قيمة وأنا ما بعثت ولا قيمة، طلع معاي هاي run. دخل قيمة، دخلت القيمة 6. شو أعطاني هون؟ missing one required positional argument. إذا أنت ناسي تحط argument لأنه هون بيستقبل قيمة فلازم تبعث له قيمة. طيب بعثت له قيمتين 2.4، هاي دخلت قيمة، شو أعطاني؟ square takes one positional argument but two were given. هو بده بس واحد، أنت مودي له 2، إذا ممنوع. لازم القيم اللي بوديها هون لازم تكون نفس عدد قيم الاستقبال. اوكي لازم تكون نفس قيم عدد الاستقبال. اذا الارجومنتس هون نفس عدد البارامترز او هون بها الارجومنتس الموجوده عندنا، اذا لازم يكون العدد متكافئ. ماشي الحال؟ اذا هاي كتبنا فانكشن يوجد تربيع القيمه، كتبنا فانكشن يوجد تربيع القيمه. هل ممكن استدعي هذا الفانكشن اكثر من مره؟ ممكن استدعي اكثر من مره، وشفنا بالمثال كيف استدعيناه اكثر من مره. عشان اعمم البرنامج دخل قيمه هاي 5 وجد لي تربيعه 25. بدي اوضح مثلا سكوير اوف، وهاي عندي قيمه الاي وهاي فاصله وهاي سكوير للاي مثلا يساوي وبعدين سكوير. هاي عندي run، عطاني enter value، دخلت مثلا القيمة 6، هاي run square of 6 يساوي 36. إذا عطاني تربيع الرقم، عطاني تربيع الرقم. هاي بالنسبة لكتابة الفانكشن. هون معطيك مثال بدي أحول درجة الحرارة من سيليسياس لفهرنهايت. ماشي؟ معطيك القانون لإلها سيليسيوس ضرب 1.8 زائد 32. إذا بدنا نكتب فانكشن يحول درجة الحرارة من سيليسيوس لفهرنهايت. define سيليسيوس to فهرنهايت، وديت قيمة ماشي بالسيليسيوس. هسا return القيمة هاي ضرب 1.8 زائد 32. اوكي إذا define سيليسيوس، هل بصير اسم المتغير يكون في فراغ؟ لا، to فهرنهايت سيليسيوس to فهرنهايت بده يستقبل قيمة return فهرنهايت. شو راح يساوي؟ سيليسيوس ضرب 1.8 زائد 32.
هاي الفانكشن. بدي استدعي x بتساوي integer او float input enter value in Celsius. قرأنا قيمة، هسا بدي استدعي الفانكشن print c2f وديت قيمة الاكس اللي قرأتها. هاي run، دخلنا قيمة مثلا 25 بالسيليسيوس، رح يعطيني اياها 77 بالفهرنهايت. بصير اسمي هون سي وهون سي، هاي سي وبعثت سي، بصير بس هاي السي اللي موجودة هون بالمين موقع ثاني بالذاكرة غير السي اللي موجودة هون. إذا هاي سي لحال وهاي سي لحال، السي اللي ببعثها بتستقبلها هاي السي، تنتين بيأشروا على نفس القيمة. دخلت قيمة هاي 70، هاي رن أعطاني 158 مثلا. هاي بالنسبة لمثال سيليسيوس 2 فهرنهايت. لين بدي اكتب الفانكشن لين بطريقتي. define length a string count equal 0 for character in a str count plus equal 1 وreturn للcount. اذا بدي اعد كم عدد الكاركترز بسترينج معين. بديش استخدم اللين الجاهزه، بدي انا اكتب كود يعد لي عدد الكاركترز. اوكي، اذا كتبنا فانكشن يستقبل string، سميته مثلا length، بده يستقبل string، بدي counter equal 0 for لكل character x in هذا ال s string، رح يستقبل هون string، لكل character بهذا ال string c plus equal 1، زيد العداد بواحد. شو بدي ارجع هسه بس خلصت؟ return لمين؟ للعدد عندي اللي هو السي. جيت بالمين بروجرام حكيت اكس، بلاش بصير اكس لانه كل واحد له سكوب لحاله، بعدين بنحكي عن السكوب. دي بتساوي انبوت انتر سترينج، ماشي. وجينا حكينا استدعي لي اللينكس، ابعث له الدي ونعملها مثلا برنت. هاي عندي اطبع اللينكس للدي، عملت رن انتر سترينج، دخلت مثلا سي اس بلاش فراغ سي اس 111 بروجرامينج، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي انتر اعطاني طول السترينج اللي هو 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا عديت كم عدد الكاركترز؟ طلع معاي طوله 10، ماشي. عديت عدد الكاركترز، بلشت من صفر، بلشت اعد ورجعت العدد. لو حكيت استخدم لي اللين الجاهزه لين لا لسترينج دي، ماشي. هاي رن، دخلت السترينج سي اس 111 فراغ بروج رامينج، شو عطاني طول هذا السترينج اللي هو 10، عطانا طول هذا السترينج اللي هو 10، ماشي. هون استخدمت اللين الجاهزه، هون انا كتبت كود بمثل اللين باللغه، كتبت كود بمثل اللين باللغه، ماشي.
إذا كتبنا كود بيمثل اللين باللغة. دخلت مثلا CS 111، هاي عدد الكاركترز عندنا 5. ممكن استفيد من السترينج الجاهز، import string use string.ascii lower case string of lower case English letters check if each character is a member using an operator of a string.ascii lower case character.lower before membership catch capital letters that way. اذا انا بدي اشيك او بدي احول للsmall letter بحط الحرف دوت لور بحوله لسمول لتر. شو بدنا نعمل بهذا الكود؟ import string بدي استفيد منه. define letter count للA string returns the count of letters in a string for character in a string بعد ما خلى الكاونتر صفر. اذا الكاركتر دوت لور in string دوت ASCII للور كيس count plus equal 1 وريتيرن للكاونت. مين بيعرف شو بيعمل هذا الكود؟ بعد ايش؟ if character dot lower حول لي اياه للور كيس. اذا كان ضمن لسترينج دوت ASCII لور كيس فمعناته count plus equal 1. بعد الكاركتر سواء كان كابيتال او سمول، صح؟ بعد الكاركترز سواء كانوا كابيتال او سمول، حولناهم للسمول لتر وبعدين خليته يعد، حولناه للسمول لتر وبعدين خليته يعد. اذا شو بيعمل؟ لتر كاونت بيعد عدد الكاركترز اللي هم الاحرف فقط سواء كانوا كابيتال او سمول. يعني لو دخلت سي اس 111 كم راح يعد لي؟ بس السي والاس. 111 لا ما بدي اياها، اذا بده يعد عدد اللترز اللي هي الاحرف سواء كان كابيتال او سمول. إذا ما بدي الكابيتال أو السمول بس بدي السمول، بسأل إذا الكاركتر إن سترينج دوت ASCII لور كيس، إذا ما بحط دوت لور بتجاهلها هاي دوت لور، ما بدي يحول لي إياه للسمول لتر. إذا ممكن أنا أستفيد من السترينج الجاهزي. count how many small letters in a string. إذا عندي string بدي أعد عدد ال small letters بهاد ال string. define مثلا small count. define small count. ls c بتساوي صفر for x in s. بدي أول أعمل import للstring. import للstring. جبنا الstring. أوكي إشي جاهز عنا. بدي أضمنه ضمن برنامجي بدي أستفيد منه. import للstring. import string. أوكي بدي أستخدم منه الASCII lower case. for x in s. إذا كان الx in string dot ASCII طلع في ASCII letters كل الأحرف، في ASCII lower case وفي ASCII upper case. أنا بدي أعد اللور، هاي اللور. if x in string dot ASCII lower case ماشي، إذا كان ضمن اللور كيس عد لي إياه وريتيرن ل السي. بدي أستدعي small count. small count هاي run lower case في عليها مشكلة. لا اللي هو هون if statement بدها نقطتين. هاي run C plus equal 1. هاي بدها indentation ندخلها لجوا شوي عشان تكون تابعة لل if statement. هاي run enter string دخلنا CS 111
فراغ، طلع ال P كتبتها capital. programming. كم عدد ال small؟ C S هي اثنين و R O G كم صاروا؟ خمسة. إذا C S هي اثنين وال R وال O وال G هي صاروا خمسة. إذا أنا عديت هون ل small letter، عديت ل small letter. ماشي؟ ما حولتها للأبر زي ما هو عمل، أنا بس عديت ل small letter. إذا بدي أعد ل small والكابيتال، أول حولها للور وبعدين شيك هل موجود ضمن اللورز ولا لا، أو حول للكابيتال وشيك هل موجود ضمن الأبرز أو لا. أو إذا بدي كلهم بحكي إن ل string dot letters اللي أعطاني إياها، ASCII letters. ماشي؟ هاي عندي. string dot شو عطاني؟ في ASCII letters الأحرف، في ASCII lower case small letter، وفي ASCII upper case اللي هي الكابيتال letters. ممكن أستفيد منهم كلهم. بعد الأحرف ممكن أحول لللور وبعدين أشيك هل موجود ضمن اللور أو لا، أو أحول للأبر وأشوف هل موجود ضمن الأبر أو لا، أو أشيك بشكل عام ضمن letters string dot ASCII letters هل هو حرف ولا لا. هاي عندي run، هاي انتر سترينج، دخلت سي اس 111 فراغ، البي حطيتها كابيتال، هاي بروجرامينج. كم عدلنا اياهم؟ ستة. اذا هاي طريقة ثانية للكود اللي هو كاتب لنا اياه، بدون ما احول لللتر انا دورت بالاسكي لترز، بس بدي اعرف هدول الفانكشنز الميثودز الجاهزة واستخدمهم. بيرجع لموضوع الفايلز، داتا فايل equal open dictionary.txt R، فتحنا ملف للقراءة، dictionary هذا أخذناه جاهز من النت أو أنت كتبت ملف وسميته dictionary. for line string in data file print line string طبعاً. أوكي، هلأ شو بده يعمل؟ بده يستخدم strip. strip بتلغي الفراغات الموجودة ببداية السترينج ونهايته، بس بالبداية والنهاية مش بالوسط. ولور إيش بتعمل؟ بتحول له small letter. هذا الكود شو بيعمل؟ clean word ايش بيعمل؟ word dot strip dot lower، شيل الفراغات من البداية والنهاية وحول لي اياه ل small letter. اوكي، data file open dictionary dot text read define clean word لل word return word dot strip dot lower. اذا شو عمل هذا الفانكشن؟ شال الفراغات اللي بالبداية والنهاية وحول لي للور. ماشي؟ بالمين بروجرام C بتساوي واحد forward in data file لكل سطر موجود بهالداتا فايل print. قبل ما أعمل clean شو كان السطر؟ هلا word بيساوي clean للword، وديت الword، وديت هذا السطر، حول لي اياه لا cleaned. كيف cleaned؟ يعني شال الفراغات من البدايه والنهايه وحول له small letter. اطبع بعد التعديل c plus equal 1، اذا طبع لي اياه بعد التعديل، زاد عدد الاسطر بواحد وانتقل للسطر اللي بعده وهكذا. طيب ايش بده يكمل على هذا الكود؟ بده يعد عدد كم كلمة موجودة بهذا السطر بتحتوي الفاولز بالترتيب اللي هو محدد لي اياه، اللي هو بده اياه بالترتيب A E I O U. إذا بده يشوف وين الأسطر اللي فيها ترتيب الفاولز A E I O U. ماشي؟ define get vowels in word vowel string equal A E I O U vowels in word equal empty string for character in word لكل حرف ضمن هاي الجملة، هاي الكلمة اللي هو ماخذ السطر عندي هون. إذا الكاركتر in vowel string، إذا كان هذا الكاركتر ضمن الفاولز الموجودة، بدي أعمل له concatenate vowels in word. الفاولز in word كانت فاضية، هلأ concatenate equal الكاركتر، أخذت الحرف العلي اللي موجود، عشان بعد هيك بدي أشيك هل هم هدول الأحرف موجودين بالترتيب اللي هو ذاكره ولا لا. مشيت على الحرف الثاني على الثالث على الرابع، المهم أخذت الأحرف الفاولز
خزنتهم داخل vowels in word. Return vowels in word. رجعتهم للمين بروجرام أو للمكان يعني اللي إحنا مستدعين فيه هاد الفونكشن. تكمل لسه على هذا الكود فيما بعد. هاي تكملت الكود. إذا شو كتب لنا هون؟ function get vowels in word function، وكتب لنا function clean word function. الفانكشن الأول get vowels in word function بيطلع لي string of vowels الموجود ضمن هذا السطر. ماشي؟ الفانكشن الثاني clean word function بشيل الفراغات من البداية والنهاية وبيحول للسمول letter. ببداية الكود شو عامل؟ فتح الملف للقراءة. حط الفاولز بالترتيب اللي بده يدور فيه عليها واس بتساوي صفر، هاي احتاجها عشان يخزن فيها رقم السطر اللي موجود فيه الفاولز بالترتيب المطلوب. print start find word contain a e i o u vowels c بتساوي واحد، هذا رقم السطر. for word in data file word equal clean word function للword، استدعى الفانكشن clean word fun، شال الفراغات حول كل الاحرف لسمول letter، طبع السطر بعد التعديل. C plus equal 1 زاد عدد الأسطر بواحد. إذا طول الكلمة أقل أو يساوي 6 بده يتجاهلها. بده يتجاهل الكلمات الصغيرة. Continue عملها. طيب إذا لا vowel in word back equal get vowels in word function word. استدعى الفانكشن get vowels in word function. ودالها الword. ماشي؟ هلا القيمة شو عمل هذا الفانكشن؟ شاف الأحرف العلة الموجودة بهذا السطر عملها concatenation، بده يرجع لي أحرف العلة هاي ضمن string وبعد هيك أشيك هل هي ضمن نفس الترتيب اللي أنا بدي إياه ولا لا. if vowel in word back equal vowel string، إذا كان بيساوي الفاول اللي أنا بدور عليه القيمة الراجعة من هذا الفانكشن، هل بتساوي الفاول اللي أنا بدور عليه الترتيب اللي أنا بدي إياه؟ إذا أوكي S بتساوي C، خزن قيمة العداد داخل الأس. أوكي print in line number s بالسطر اللي رقمه كذا انا وجدت الترتيب اللي بدي اياه. print word اطبع هذا السطر اللي بيحتوي هاي احرف العله بالترتيب اللي انا طالبه. اوكي ماشي الحال. اذا هون دورت على احرف العله بترتيب معين، هل موجوده ضمن هذا السطر ولا لا؟ اذا موجوده ضمن هذا السطر اطبع لي هذا السطر. ماشي الحال. هل ممكن function يستدعي function ثاني؟ ممكن. define square w return w ضرب w function بيوجد تربيع الرقم. define someone كم قيم استقبل x و y و z. i بتساوي square للx، استدعى square للقيم الأولى بصير function يستدعي function بصير. j بتساوي square الy، استدعى square للy. k بتساوي square z، إذا الفانكشن someone استدعى square ثلاث مرات. هلأ return i زائد j زائد k، إذا شو جمع؟ جمع تربيع الثلاث أرقام، الرقم الأول تربيع زائد الرقم الثاني تربيع زائد الرقم الثالث تربيع. يجينا على المين بروجرام خزننا ثلاث قيم. result بتساوي someone لل a فاصل b فاصل c، رحنا على الفانكشن ودينا a و b و c، استقبلتها x و y و z، استقبلت القيم اللي هم قيمة الـ A 3، قيمة الـ B سالب 4، قيمة الـ C 1. ماشي؟ الـ X استقبلت الـ 3، الـ B استقبلت سالب 4، والـ Z استقبلت الـ 1. أوجدنا تربيع كل رقم منهم، بعدين رجعنا ناتج جمع تربيع كل واحد فيهم. print when A برجع على المين بعد ما خلصت جملة الاستدعاء، برجع بكمل برنامجي. when A بتساوي A، B بتساوي B، C بتساوي C، the summation square equal result، راح يطبع لي الناتج. إذا بدنا نحكي بهذا السلايد إنه بصير function يستدعي function ثاني، يجوز ذلك. ماشي الحال. في شيء اسمه local variable وفي شيء اسمه global variable. local
Local variable المتغير اللي معرف لحاله مش تابع لأي function. هاد اللي هو global variable. أما local variable اللوكال المتغير اللي معرف ضمن function معين هو بيكون تابع لهاد الفانكشن. بإمكاني أستخدمه فقط ضمن هاد الفانكشن. A function's namespace. When a function is executed, it creates its own namespace. Each function maintains a namespace for names defined locally within the function. إذا معرفة ضمن هاد الفانكشن. A name assigned within the function, an argument received by invocation of the function. إذا هدول نوعين من المتغيرات اللي إلهم اللوكال سكوب. Function عندي معرف داخله متغير، إذا هذا تابع لهذا الفانكشن، إله سكوب لإله، بقدر أستخدمه فقط ضمن هذا الفانكشن. أو متغير معرف ضمن البارامترز اللي مستقبلها هذا الفانكشن. هاي البارامترز تعتبر برضه إلها اللوكال سكوب. These variables can only be accessed within that function. إذا بإمكاني أتعامل معها فقط ضمن هذا الفانكشن. إذا إلها local scope. When a function ends, namespace is hidden. بس ينتهي هذا الفانكشن خلص ممنوع تستخدم هاي المتغيرات ضمن الفانكشن. X بتساوي 5. هاي إلها global scope. شو معرف ضمن function معين. Define F1. Y. هاي ال Y معرف ضمن هذا الفانكشن فقط. أوكي. Y بتساوي Y زائد 1. زيد ال Y ب 1. Return ل الواي. جينا بالمين بروجرام حكينا اكس بتساوي 5. هل بيسمح لي استخدم الاكس؟ هاي رن. ما اعطاني ايرور. ليش؟ لانها جلوبال فاريبل. ماشي؟ إذا بإمكاني أستخدمها ببرنامجي وين ما بدي. جيت حكيت إكس بتساوي 5، سمح لي أستخدمها. جينا حكينا واي بتساوي 7. هاي رن. اعتبرها الواي هاي غير الواي هاي. هاي موجودة ضمن المين بروجرام، هاي موجودة لوكالي ضمن الفانكشن. اوكي برنت واي. اي واي فيهم؟ الموجودة ضمن المين. هاي لوكال ضمن المين. هاي برنت واي شو طبع لي؟ 7. ماشي. لو حكينا هون، لو كان عندك هون برنت واي وكان عندك هون برنت اف 1 ل الواي هاي رن. اكس بتساوي 5، واي بتساوي 7، برنت واي شو قيمه الواي؟ 7. برنت اف 1 للواي، رحنا على اف 1 ودينا الواي اللي هي كم؟ 7. واي بتساوي واي زائد 1 شو صارت؟ 8. برنت الواي طبع لي القيمه 8. طبعا عندنا القيمة 8. رجع قيمة الواي. رجعنا قيمة الواي. أوكي. حكينا اطبع القيمة الراجعة. شو القيمة الراجعة؟ اللي هي 8. إذا طبع لي القيمة الراجعة اللي هي 8. ماشي الحال؟ طيب لو هون ما عندي واي بتساوي 7، ما في جملة إسناد. وحكيت برنت لا الواي. برنت لا الواي.
شو قيمة الواي؟ 8. في هون undefined name y معطيني عليها error. هاي restart الكيرنل مفروض يعطيني عليها error. هاي عندي run هاي name y is not defined. كان معلق عندي. إذا اطبع الواي ما فيش واي أصلا عندي بالمين، ما هي هاي الواي لوكال صح؟ هاي الواي الموجودة عندي هون لوكال بالنسبة للفانكشن. فلما بحكي له برنت واي ما في قيمة للواي عندي، ما في واي معرفة ضمن المين ولا هي موجودة ضمن الجلوبال اللي أستخدمها هون، فراح يعطيني عليها ايرور. برنت اف 1 للواي برضه راح يعطيني عليها ايرور. طيب جيت حكيت خلي لي هاي الواي الاكس 15 وجيت حكيت هون برنت ل الاكس برنت اف 1 ل الاكس اوكي هاي رن قبلها مني ولا لا؟ قبلها الاكس موجوده معرفه ضمن المين، عملت برنت للاكس وديت الاكس اللي هي 15 15 زائد 1 16 وبعدين برنت اف 1 للاكس اللي هي 16 ماشي. طب شيل الاكس هاي نهائيا يقبلها مني؟ انا رايي بيقبلها. ليش؟ لانه في اكس جلوبال، هاي الجلوبال مسموح لي استخدمها وين ما بدي. برنت الاكس طبع لي الخمسه، برنت اف 1 للاكس وديت الاكس اللي هي الخمسه، واي بتساوي واي زائد 1 صارت 6، برنت الواي 6، ريتيرن الواي رجع الستة، اطبع القيمه الراجعه طبع لي 6 ماشي. لو حكيت هسه برنت لا الاكس غيرت الاكس ولا لا؟ خلينا نشوف كم الاكس؟ 5. هل تغيرت؟ لا، الواي هي اللي تغيرت وليس الاكس. هل بصير هون اطبع الواي؟ هاي برنت لا الواي مسموح؟ لا ما بصير استخدم الواي هون لانها لوكال، مسموح لي استخدمها بس ضمن الفانكشن، بينما الاكس جلوبال بصير استخدمها في اي مكان ضمن برنامجي. طب بصير هون استخدم الاكس، هاي برنت اكس هاي رن هاي حكينا ايرور. خلينا برنت الاكس داخل الفانكشن لانه جلوبال مسموح لي استخدم الاكس وين ما بدي. برنت الاكس طبعا للخمسه ما في عندنا اي مشكله. إذا الجلوبال بستخدمه أي مكان ببرنامجي، بينما اللوكال ممنوع استخدمه أي مكان ببرنامجي، فقط ضمن الفانكشن اللي هو معرف داخله. فقط ضمن الفانكشن اللي هو معرف داخله. هاي الفرق بين اللوكال والجلوبال. لما أنا حطيت هون إكس بتساوي 15، كانت هاي إكس تعامل معاها بغض النظر عندي جلوبال ولا لا. ماشي الحال؟ برنت الإكس طبع لي ال 15. زيد 1 واطبع طبع لي 16. لما شلتها ضل البرنامج ما في ايرور لانه قدرت اوصل للاكس الجلوبال الموجوده عندي. اذا قدرنا نوصل للاكس الجلوبال اللي موجوده عندنا، فاخذ الاكس اللي هي 5، اخذ لنا الاكس اللي هي 5. المهم انه اللوكال بستخدمه فقط ضمن الفانكشن، بينما الجلوبال بستخدمه اي مكان ببرنامجي. ماشي الحال؟ argument بتساوي 25 my function لا الارجومنت. اذا الارجومنت هاي global، استدعيت my function وديت الارجومنت ماشي. define my function للبارامتر برنت بارامتر، الارجومنت قيمتها 25 بعثتها للبارامتر، اذا برضه البارامتر بتاشر على ال 25. برنت للبارامتر شو راح يطبع؟ راح يطبع ال 25. خلصت من الفانكشن رجعت بعد my function للارجومنت، هذا عباره عن بروسيجر. بعد ماي فانكشن للارجيومنت بعد ما طبعت ال 25 برنت ارجيومنت راح يطبع لي ال 25 نفس ما هي. طيب اذا لما انا بودي داتا هاي ام يوتابل اوبجكت، اوبجكت غير قابل للتعديل
يعني إذا غير داخل الفانكشن على قيمة البارامتر ما راح تتأثر الارجومنت، البارامتر راح تصير قيمة جديدة بينما الارجومنت راح تضل زي ما هي، زي ما عملت هلا بالمثال السابق. لو غيرنا البارامتر خليناه 32 معناته البارامتر تغيرت، اطبع البارامتر راح يطبع 32. خلصت من هذا الفانكشن رجعت هون اطبع الارجومنت، هل يتأثر؟ لا، الارجومنت ما له دخل، ضل كم؟ 25. اذا الارجومنت ما تأثر، ضلت قيمته 25. هاي معنى immutable. في عندنا mutable objects باللغة، زي مثلا الليست، هاي تعتبر mutable object. مثلا argument list equal 1.2.3. my function وديت الargument list، رحنا على my function وديت الليست كاملة. parameter list of 0 equal 100، الليست بتبلش العناصر منها فيها من الموقع صفر، فبارامتر ليست اوف 0 يعني العنصر الاول، خلي لي قيمته 100. هل بتتاثر الليست؟ نعم بتتاثر. اذا بيعتمد على طبيعه الإشي اللي انت بعثته. الليست هاي ميوتابل يعني قابله للتغيير. برنت بارامتر ليست، اطبع لي اياها، راح يطبع لي ايش؟ 100 بعدين 2 بعدين 3. اوكي، اذا هاي عندك التعديل 100 2 3. إذا برنت بارامتر ليست راح يطبعها بعد التعديل اللي هي 100 بعدين 2 بعدين 3. طيب خلصت منه، رجعت هون برنت الارجومنت ليست، تغيرت بلا. اوكي، اذا الليست بتتاثر، اذا راح يطبع لي كمان مره 100 2 3. ماشي الحال؟ اذا راح تتاثر عندي الليست، يعتمد على طبيعه المتغير اللي احنا بعثينه. assignment to a local variable. Define f1 x. x بتساوي 10. Return x. يجينا هون. y بتساوي 5. z بتساوي f1 للy. طبعا التنفيذ ببلش من هون من المين بروجرام. y قيمتها 5. z بتساوي f1 للy. هذا المثال انا اضفته على السلايد. z بتساوي f1 للy. رحنا على f1 ودينا الy اللي هي 5. مين استقبلتها؟ الx. ماشي؟ ودينا الخمسة استقبلتها الx. x بتساوي 10، تغيرت قيمة الx صارت 10. return x. هلا مين اللي تأثرت؟ الx. الx صارت قيمتها 10 بينما الy زي ما هي 5. اوكي؟ القيمة الراجعة اللي هي العشرة وين خزنتها؟ داخل الz. برنت y، شو قيمة الy؟ ما تأثرت اللي هي 5. برنت z، شو قيمتها؟ 10. قيمة القيمة الراجعة اللي هي 10. طيب لو كان هيك المثال، define f1 للx، x بتساوي 10 return x، x بتساوي 5 z بتساوي f1 للx، برنت x برنت z. خلينا اشوف شو غيرنا هون. y بتساوي 5 z بتساوي f1 للy، برنت y برنت z. اسم المتغير هون سميته y، ماشي، بينما هون سميته x، نفس الاسم الموجود هون. هل في عندي أي مشكلة؟ لا، الإكس هون بتعامل معاها غير الإكس هاي. هاي لوكال وهاي موجودة ضمن المين، إذا لوكال هاي للمين بينما هاي لوكال للفانكشن F1. نفس الأوتبوت بتلاحظ، خليت اسم المتغير نفس الاسم الموجود ضمن الفانكشن. طيب define F1X print X، X بتساوي 10 return X. هلا X بتساوي 5، Z بتساوي F1 للX. print X، شو قيمة الإكس؟ 5. برنت، لا اول اوتبوت طبعا انا بدي ابلش من المين بروجرام، اكس بتساوي 5، بلشت الاكس عندي ب 5، زد بتساوي اف 1 للاكس، رحت على اف 1 تركت المين رحت على اف 1 وديت ال 5، اطبع الاكس كم؟ 5. اكس بتساوي 10، اطبع الاكس سوري غير الاكس ل 10، ريتيرن اكس رجعها، اذا طبع لي لحد هون الخمسه الاولى، رجعت القيمة اللي رجعها اللي هي العشرة خزنها داخل الزد. برنت اكس، شو قيمة الاكس الموجودة بالمين؟ 5 هايها. برنت زد، شو قيمة الزد اللي رجعت معاي من الفانكشن اللي هي 10. طلع على هذا المثال. define f1 برنت اكس، اكس بتساوي 10 return اكس.
هل في عندي إشي هون لحد هون print x، هل في x هون مذكورة؟ لا، لما بحكي print x وبعدين تيجي الassignment هاي بيعطيني عليها syntax error. local variable x referenced before assignment، ما بصير أجي أحكي print x وأنا لسه مش عارف شو هي ال x. لو كان هون في استقبال ل x وحكيت print x ماشي، بس ما في إشي استقبلته، حكيت print x وبعدين حكيت x بتساوي 10، ما في x معرفة على مستوى هذا الفانكشن، فعشان هيك راح يعطيني عليها syntax error. اوكي طيب هون شو الايرور؟ انه الاف 1 وديت قيمه بينما هون ما بتستقبل قيمه، اذا راح يعطيني عليها ايرور. واضح؟ يعطيكم العافيه لحد هون.